ومن رام الله ينضم إلينا عبر سكايب المختص بشؤون الاحتلال عصمت منصور. بداية نرحب بك سيد عصمت. الحديث اليوم عن ميناء بحري مؤقت في قطاع غزة. رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن فتح ممر بحري من قبرص خلال يومين. كيف لك أن تقرأ هذه الخطوة؟ مساء الخير وتحياتنا لكم المتابعين. يعني بالفعل هذه تطورات جديدة، واضح أن الأزمة الإنسانية تفرض نفسها في قطاع غزة، ولكن بدل أن يتجه يعني جهد العالم وتحديدا الولايات المتحدة إلى إنهاء جذر الأزمة بإنهاء الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح القطاع على العالم، نرى أن البحث يتم عن حلول مؤقتة وأيضا حلول ذات طبيعة تكرس هيمنة الاحتلال، تبقي السيطرة بيد الاحتلال، وبالعكس يعني ربما تفتح أبواب أخرى للهجرة وتغير من معالم وطبيعة القطاع المطروح الآن، وإن كان عنوانه إنساني لأنه فعلا ينطوي على مخاطر، وأهمها أنه وكأنه يعني يمهد لحرب ستمتد طويلا ولسيطرة إسرائيلية ستمتد لفترة قد تصل إلى سنوات على قطاع غزة. هذا عمليا يخلق وصفة لبقاء الوضع على ما هو عليه، بل على العكس تعقيده. الأزمة الإنسانية التي الآن يعني بايدن يهب من أجل حلها كما يعني يظهر للعالم، سببها الأساسي هو الحصار الإسرائيلي، رفض إسرائيل دخول مساعدات، القصف الإسرائيلي، تدمير إسرائيل لكل ما من شأنها أن يبقي الناس على قيد الحياة أو قادرين على مواصلة العيش، وبالتالي هنا يكمن جذر الأزمة وهنا يجب أن يتوجه كل الجهد. نعم، يعني بعض الآراء تتجه إلى أن هذه الخطوة ربما من الممكن أن تكون في المستقبل هي فكرة لإلغاء معبر رفح الحدودي. كيف لك أن تعلق أيضا على هذه التحليلات سيد عصمت؟ يعني هذه واحدة من المخاوف، ويعني أصلا الاحتلال تحدث أكثر من مرة أنه يريد أن يعيد السيطرة على محور فيلادلفيا، وبالتالي فعلا وكأنه يسبق هذه الخطوة التي تأتي بعد احتلال رفح، سيعني السيطرة على محور فيلادلفيا وبالتالي فعلا إمكانية تغيير كل المعالم الخاصة بالقطاع ومداخله ومعابره والتي هي بعيدا عن السيطرة الإسرائيلية. معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري، صحيح هناك بروتوكول ويعطي إسرائيل نوع من الاطلاع والتدخل، ولكن يبقى في النهاية معبر فلسطيني مصري. الآن هذه الحدود الجديدة أو الميناء الجديد يخلق واقع مختلف، وإسرائيل تشترط، وسبق على فكرة هذا المشروع طرح قبل 10-12 سنة من قبل إسرائيل كاتس عندما كان وزير للمواصلات، وعاد وطرحه إيلي كوهن عندما كان وزير الخارجية قبل سنتين، والآن يعاد يعني صياغته برؤية أمريكية وتقديم العالم على أنه منقذ، وهو في النهاية يعني مشروع أعتقد إسرائيلي ويخدم التوجه الإسرائيلي في إحكام السيطرة وتغيير الواقع في القطاع. عندما يكون نتنياهو يريد أن يغير الواقع الأمني والسياسي والأوضاع في القطاع، هو يقصد بالذات هذا النوع من التغييرات. هم يبنون شارع في عرض القطاع يفصل نصفين، يبنون حول القطاع يشكلون منطقة عازلة، والآن ميناء، ويلغون رفح، وربما يفتحون معبر بري يكون من خلال كرم أبو سالم أو منطقة يعني تسيطر عليها إسرائيل. واضح أن المشاريع الإسرائيلية بعيدة المدى تجاه غزة، وهذا يعني يبقي الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة أكبر، وهو إعادة احتلال بشكل أو بآخر للقطاع، وهذا مدخل للتهجير ومدخل للاستيطان على كل حال يعني على المدى البعيد إذا بقيت حكومات اليمين هي التي تحكم في إسرائيل. نعم، هل من الممكن أن يشكل هذا الرصيف الجديد ربما تمهيدا لما تحدث عنه بنيامين نتنياهو أنه يعتزم البقاء في غزة من 8-10 سنوات، وأن يصل ربما إلى منطقة منزوعة السلاح كما شبهها أيضا في الضفة الغربية إن صح التعبير أصلا؟ هل تتوقع أن هذه هي الخطوات التمهيدية لذلك؟ المخططات الإسرائيلية لم تعد خافية على أحد، باتت يعني تتضح شيئا فشيئا. المسألة ليست حماس ولا المسألة يعني تهديد حماس، المسألة أنه قطاع غزة يراد إعادة صياغة كل الحالة فيه بما فيها المعابر، وفعلا هذا يعني مما يعني
أن الحرب ستطول عندما يتم الحديث عن حلول الأزمة الإنسانية ودخول مساعدات، مع أن الحرب ستستمر والحصار سيستمر لفترة طويلة. وأيضا يعني البقاء الإسرائيلي والبقاء العسكري الإسرائيلي سيستمر أيضا لسنوات طويلة، وسيتم تغيير كل معالم القطاع. هذه هي المشكلة الإسرائيلية، ولذلك فعلا يعني هذا مؤشر خطير وتغيير كبير، ليس باتجاه حل سياسي وحل دولتين كما ينظر بايدن ويحاول أن يظهر للعالم أنه يعني يذهب بهذا الاتجاه، هو باتجاه هيمنة إسرائيلية وعودة الاستيطان إلى قطاع غزة، والاستيطان عمليا يخلق حالة دفع باتجاه التهجير. وربما هذا أيضا يعني واحد من أهداف هذا الميناء، أن يكون في المستقبل يعني كممر من خلاله يدفع الناس إلى الهجرة. نعم، يعني ليس الاقتصاد بعيدا عن السياسة، ولكن أين سيصبح معبر رفح الآن في المستقبل بعد هذا الرصيف؟ أيضا مصر كدولة هذا من المؤكد أنه سيهدد مصالحها الاقتصادية أيضا، كيف لك أن تنظر إلى هذا الموضوع؟ مصر لن تكون راضية ولن ترحب بأي تغيير على معبر رفح، ليس فقط لأسباب اقتصادية على أهمية هذا الجانب، بل أيضا لأسباب لها علاقة القضية الفلسطينية وصلتها بقطاع غزة والحركة والتواصل بين قطاع غزة والعالم. ولذلك يعني هذا التغيير الآن يقال أنه سيكون هناك معبر آخر بري، ولكن مسيطر عليه إسرائيليا في الجانب الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية، وتكون مصر طرف في هذا المعبر. هذا ما تخطط له إسرائيل وتحاول أن تعرضه، لكن مصر تدرك أنه أي عودة لإسرائيل للقطاع وتغيير بهذا الحجم القطاع سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات ومزيد من الاستمرار حالة الاستنزاف والمقاومة، وبالتالي استمرار حالة عدم الاستقرار، وبالتالي إمكانية أن تكون هناك موجات هجرة وحالة فوضى. وكل هذا يعني إسرائيل يعني لاحظوا أن إسرائيل تخطط هذه المشاريع، وبالجانب آخر تمنع قيام أي سلطة لا حماسستان ولا فتحستان كما قال نتنياهو، يعني لا يريد أن تكون سلطة فلسطينية، وبدأ يعتمد على على العشائر ويتحدث عن عصابات ويتحدث عن مجموعات محلية. يعني عمليا هو يحول قطاع غزة إلى ما يشبه الصومال، مجموعات متنافسة متناحرة متصارعة وكلها محلية وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بإسرائيل. لذلك هذا مخطط الفوضى للقطاع، وهذا المخطط للهيمنة والسيطرة على القطاع وإدامة التحكم في القطاع هو عمليا يضر مصالح مصر طبعا، ويضر مصالح القضية الفلسطينية وخطر تصفيتها، ويخلق حالة صراع. يعني المقاومة ستبقى مستمرة طالما أن هذا الوضع بقي على ما هو عليه، وربما تتصاعد وربما تنتقل إلى أماكن أخرى أيضا. نعم سيد عصمت منصور، إذا ما أردنا أن نتحدث عن المفاوضات بين كيان الاحتلال وحماس، ما الطريق الذي وصلت إليه المفاوضات اليوم، وكيف تتوقع أن تسير في المستقبل خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان؟ يعني الوقت ينفذ ورمضان يقترب، وكانت الأمال أن يتم التوصل إلى صفقة ما قبل رمضان، ولكن واضح أن هذه الأمال تتراجع. لا زال هناك فرصة، هناك رئيس CIA، هناك الوسطاء لا زالوا يحاولون بذل جهد، ولكن نتنياهو لم يرسل وفد، وعندما أرسل وفد في أول مرة أرسلوا فقط للاستماع، يعني حتى تفويض أعطاهم أن يتكلموا ولم يعطيهم تفويض، والآن هم يطالبون بتوسيع التفويض الممنوح لهم كوفد مفاوض إسرائيلي، وأن يعودوا وهو يمنعهم من ذلك. والضغط الولايات المتحدة للأسف بدل أن يكون على إسرائيل، استمعنا إلى بلينكين اليوم واستمعنا في خطاب بايدن، وكأنهم يتحدثون أن حماس هي المسؤولة. يعني ربما جاء الوقت للضغط على نتنياهو كي يضع حد على الأقل في شهر رمضان وما بعده، أن يكون هناك هدنة وأن تتوقف هذه الحرب، وأن يتيح فرصة لخلق أجواء تمكن من عقد تبادل وإنهاء المواجهة التي بدأت تهدد بكوارث إنسانية وبكوارث حتى على مستوى الضفة وعلى مستوى الشمال وفي العلاقة مع مصر، من خلال كما تحدثنا عن رفح و اجتياحها وربما التهجير الذي سينتج عنه. لذلك الصفقة لا زالت ممكنة، ولكن هذا يحتاج إلى الجهد وأن يوجه الضغط الأمريكي إلى إسرائيل وإلى نتنياهو شخصيا. طالما أنه يعفى نتنياهو من الضغط ويترك له
أن يضع عراقيل ويطلع ويخرج كل مرة بشروط جديدة ومطالبات جديدة صفقة تعثر. نعم، نشكرك جزيل الشكر المختص بشؤون الاحتلال عصمت منصور، كنت معنا من رام الله عبر سكايب.